نقلة مهمة في الاستجابة للتدريب والتأهيل الذي تلقاه محمد في معهد الإمام الحسين الخاص بأطفال التوحد بالناصرية. ولعل الشروع بمرحلة التأهيل الواجب اتخاذها من العائلة لطفلها المصاب تأتي مكملة لمرحلة حاسمة ومهمة تنطلق من تقبل المرض والتعامل معه وفقا لمعايير التربية الخاصة بهذه الشريحة. أهم نقطة يجب أن يؤمن بها أهل المصاب بالتوحد هو تقبل أن طفل التوحد حالة خاصة يجب إيلاء المزيد من الوقت والمزيد من الجهد، وهذا طبعا إذا ما تتخذ العائلة قرار أنه تتقبل على وضعه والانطلاق من مرحلة تقبل إلى مرحلة تأهيله وتطوير مهاراته وكفاءاته فالعائلة راح تقع في مشكلة. أكثر من 50 طفلا في هذا المعهد يخضعون لتأهيل مكثف بعد تقييم وفحص مراحل مختلفة لتشخيص نوع طيف التوحد ودرجته لدى الأطفال بإشراف متخصصين بعلم النفس التربوي. يضم المعهد عدة أقسام، قسم لاضطرابات التوحد وقسم لاضطرابات النطق واللغة وقسم للتأهيل الأكاديمي. بعد اجتياز الطفل مراحل التوحد ينتقل من التوحد الشديد إلى المتوسط إلى البسيط، ثم بعد ذلك ينتقل إلى مرحلة أكثر تطوراً هو إلى قسم اضطرابات النطق واللغة. وتسجل إحصاءات رسمية في ذي قار نحو 2500 طفل مصاب بالتوحد، لكن منظمات مدنية تشير إلى أعداد أكبر يمتنع ذووهم عن تسجيلهم إحصائيا لأسباب متعددة. رصدت منظمتنا التواصل والأخاء الإنسانية أعداد كبيرة من الأطفال لمرض التوحد. بصراحة الأمر ينظر بالخطر وضرورة إيجاد علاجات ناجعة من قبل الجهات المختصة، حيث حصلنا على نسبة المسجلين في المراكز الحكومية لما يعادل 2460. طبعا هذا اللي مسجل رسميا، وغير المسجل في المناطق النائية وغيرها يعني نعتقد أنه تجاوز 3000 حالة مرضية من أمراض التوحد. وتعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة 2 نيسان يوما عالميا للتوعية بمرض التوحد منذ عام 2007 إذ تحتفي به لتأكيد وتعزيز الحقوق والحريات الخاصة بالأشخاص المعتلين بالتوحد. من الناصرية أحمد السعيدي، UTV.